الجبر تتلعب الكره عند بهاء مجدي لشيكابالا، دخل بيها جوه ال 18. شيكا بيحاول يعدي فين عرضياته، والعرضيه على البعيده وفرصه وجول. جول بناهيني من عرضيه شيكابالا، اخيرا اتقنوا العرضيات. ولكن مين النجم؟ شيكابالا فات في كوره وعدى وعمل العرضيه على البعيده، بعيده على محمد فوزي، يقابلها ايمانويل بناهيني وتخدمه انها ما تخبط في العارضه وتدخل داخل الشباك. الهدف الاول للنادي الاسماعيلي. اخيرا تغيرت نتيجه المباراه. ادي البينيه من بهاء مجدي لشيكابالا، بيعدي من ناحيه الشمال، ادي الخطوه فرقت، وادي العرضيه وبناهيني تخبط، ويا حظك يا حظك يا محمد يا فوزي تخبط فيه وتدخل في الشباك بدل ما تخبط فيه وتطلع بره، ويا حظك يا بناهيني، هنا حظه حلو وهنا حظه وحش، عشان يبقى الهدف الاول لصالح النادي الاسماعيلي عن طريق الغاني ايمانويل بناهيني. 1-0 في الدقيقة 26. وادي تعليمات ميدو، عايز طبعا النتيجة تزيد، عايز يرجع للسكور، عايز يرجع لعدد الأهداف اللي كان بدأها في الأسبوع الرابع ثم الأسبوع الخامس.